وين تشتغل؟ والله اشتغل المدرس. مدرس ما شاء الله. لما تقول له فنان بيقول لك ايه. ولهذا هذا التنوع في الأداء الصوتي حياة على هذه الأرض. سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات. أول صرخة كانت للإنسان من عند نزوله من بطن أمه لهذه الدنيا، هذه الصرخة، هذا الصوت كان تعبير عن الحياة. سر الوصف شنو في قناة الجزيرة؟ مقياس الحرية لديها أكبر، تسلط عندها الفوكس أكبر من أي قناة أخرى. السودان واليمن يعني قريبين لبعض في التشابه. ذكرتنا في المقدمة هنا عندي واحد زميل سوداني بيقول لي على الناس اللي كانوا يروحوا لليمن يشتغلوا على سودانيين. السودان واليمن ضيع زمن. الأشياء اللي خلتني أواصل حبي للسودان إنه شاءت الظروف أن أكون أنا أول من يستقبل فنان السودان الله يرحمه محمد وردي والفرقة السودانية في مطار عدن. أنه وقف وردي أمام المايك يجي لي كمشكة، دخلنا في شغلة أخرى، دخلنا في قصة أخرى. آخر عمل هذا تعرضوا فيه لمشكلة. نعم أخذوهم كلهم في كذا. سويت علاني لغنى يا مستحق الغنى، أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي أجمل زاوية، بالتأكيد أجمل زاوية، واحدة من المساحات اللي بنفرد فيها عدد من المواضيع ونتحدث فيها مع عدد من الشخصيات اللي لها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا العملية وحياتنا المهنية وأيضا في مجالات كثيرة في الحياة. اليوم ضيفنا مميز جدا جدا بمرشدات جميلة من أستاذي فتحي بربري، استطعنا نجيب واحد من القامات الإعلامية الكبيرة جدا جدا في الوطن العربي، رجل اسمه يكفي، درامي ومسرحي من أفضل الأصوات ومدرب الصوت، ورجل نفتخر به ونحن كعرب، وأيضا نفتخر بمنطقته باليمن السعيد، اليمن اللي نحن بنحبه وبنحب تاريخه وأيضا حضارته الكبيرة جدا جدا. أسعد أن يكون ضيفي في أجمل زاوية لهذا اليوم الأستاذ سالم الجحوشي. أستاذي مساء الخير. مساء النور وشكرا على المقدمة الجميلة. أستاذ اليمن يقول اليمن السعيد الناس. نسعد بسعدها إن شاء الله. أكيد اليمن حضارة كبيرة في وأكيد الإنسان ابن بيئته زي ما يقولوا يعني. أنت من منطقة غنية بالتعريف في الثقافات وفي الحضارات، اليمن السعيد، عدن، حضرموت، نشأة كبيرة جدا جدا وجميلة، أكيد شكلت أستاذنا سالم بشكل كبير وشكل جميل. أكيد طبعا للنشأة دور في وصولي إلى ما وصلت إليه، ولكن هي النشأة دائما تكون مرتبطة بأشياء كثيرة، يعني ليس فقط البيت ولا التعليم ولا النشاط الاجتماعي الموجود آنذاك، هي مرتبطة منذ الحضارات القديمة، يعني تاريخ حضرموت يشهد لها القاصي والداني بأنها كانت منطقة ساخنة غنية بالتراث، غنية بالأفكار، غنية والكثير من الكتب التاريخية أوردت ذلك. نحن يعني نشأنا كتحصيل حاصل لكل هذا القدم الجميل. أذكر من بين الأشياء التي شدت انتباهي في ذلك أو في تلك الفترة ما قبل الإسلام، أنهم وجدوا نص ملكي، أمر يعني الملك يمنع
مزاولة الفن أثناء الدوام الرسمي. يعني الدوام الرسمي في تلك الفترة كان هناك فنانون. فعلمت بعد ذلك عندما كبرنا ورأينا ما تحت الأرض، يعني خنادق كبيرة وأشياء بعضها قيل عنها يعني بعض الأساطير أن هذه توصلك إلى مش عارف وين وهذه، ولكنها في الحقيقة عندما قرأنا وتوسعنا وجدنا أنها مدينة الشحر بالذات كانت مدينة رائجة بالنشاط التجاري، وكانوا يأتوها من كل العالم في تلك الفترة، وكانوا يأخذوا راحتهم ويستوطنوا فيها يوم يومين، تزود السفن هذه بالبضائع وبالاحتياجات من ماء وخلافه، وكانت إضافة إلى الحركة التجارية كانت هناك الحركة الثقافية، كان هناك الرقص الشعبي، وكان وما زالت بقيت إلى الآن هناك بعض الرقصات الشعبية ما زالت إلى الآن لها ذاك الامتداد التاريخي، كطقوس كانت تؤدى أمام الآلهة القربان، ولها حركاتها وامتداد والجلوس والانحناء والقفز، وبعضها يدعى الزربادي، بعضها أسماء كثيرة هي امتداد، وهي هذه الحضارة دائما حضارة لا تموت، حضارات لا تموت، حتى إن يعني جاءها فترة من العسف والإضطهاد يعني تعتقد أنها انتهت، هي لا تنتهي، هي تخمت فقط وتظل على السطح إلى أن يأتي من يعيدها مرة أخرى، والتاريخ التاريخ التاريخ نعم التاريخ أكيد نعم. أستاذي اليمن معروفة، يعني نحن ما نحتاج إنه الشخص يتحدث عن اليمن لأنه درسنا في تاريخنا، نحن حتى في السودان يعني في مناهجنا بندرس التاريخ والحضارة اليمنية نعم. وصنعاء وحضرموت وعدن، حضارات كبيرة جدا نعم. جدا في السودان نحن يا أستاذ عندنا أمثال كثيرة، يعني بنعتز بحاجاتنا الشعبية، أكيد كل شخص يعتز بحاجته وموروثه نعم. الشعبي، لكن أستاذنا سالم يعني انطلق بداياته كانت هب لكل الوطن العربي بعدنان ولينا وحاجات دخلت في مفهوم أو في ذاكرة المتلقي إلى يومنا هذا. البدايات دي هل هي تشكيل من هذه الحضارات؟ هل هي امتداد للحضارات اليمنية؟ وممكن نقدر نقول أستاذنا سالم امتداد من حضارات اليمن؟ وشيء بالتأكيد كما قلت لك، لكن يمكن نحن بالمناسبة يعني تتلمذنا على أيدي أساتذة سودانيين، يا سلام، وكانت حضرموت تفخر بطلاب الفائزين الأوائل بأن يذهبوا إلى السودان منحة دراسية، يعني بدون كل شيء تتحمل السودان. فيمكن ما خلاني يعني أن تبقى السودان في ذاكرتي إلى الأبد أنه أول واحد من أهلي أو واحدة هي أختي الكبيرة، أول ما جاءت الأولى في الإعدادية على طول بتعثوا السودان لأم درمان، يا سلام، على طول، وهناك البعبود طبعا الحضار موجودين، وهم هناك يقوموا مع الحكومة السودانية بتوفير كل شيء. فبقيت السودان عندنا في تلك الفرت في فترة أكسفورد، هذا حاجة كذا من كبار الجامعات، من كبار المناهج التعليمية الكبيرة. هل تعلم إذا قلت لك أننا حكمنا الشيخ القدال وهو من السودان أول مستشار للدولة، حاكم يعني آمر وناهي، وهو سوداني في حضرموت، يا سلام، نعم، استعان به السلطان لما وجد عنده من إخلاص في العمل وفي الاجتماعيات وفي الحلم وفي يعني أخذ هذا المنصب وخلف أجيال، يا سلام، أجيال، نعم، أغلب المسؤولين الكبار الذين وصلوا إلى مراحل كبيرة على سبيل المثال في الحكم
كانوا تخرجوا من السودان. جميل. ومن حنتوب ومن الأماكن هذه الجميلة. يا سلام يا سلام. فأصبحت علاقتنا بالسودان علاقة وطيدة. يا سلام. ونفخر يعني عندما أقول درس لي الأستاذ فلان، درس لي الأستاذ عثمان سليمان، درس لي الأستاذ أساتذة يعني كانوا لا يدرسون العلم فقط، كانوا يدرسون المسرح. الله. كانوا يهتمون بنا، يهتمون بنا في الرياضة. يا سلام. يعني يحاولوا أن تنشأ نشأة كاملة. الله. يمكن لن تصدق إذا قلت لك وإحنا في تلك الفترة كنا نقدم أعمال شكسبيرية باللغة الإنجليزية، أعمال بسيطة وإحنا في الإعدادية لسه. أعمال شكسبير عن طريق الأساتذة هؤلاء. كل أسبوعين ثلاثة كل المدرسة تجتمع في المساء، في المساء يعودوا فقط ليشاهدوا أعمال مسرحية. هذا الفصل مثلا يقوم بهاملت، هذاك الفصل الثاني يقوم بسيزر مثلا، ولا تاجر البندقية، وهكذا. يا سلام. منافسة شديدة. لا ننكر فضلهم أبدا، علمونا علم يعني مكتمل والحمد لله. هذا جعلنا يعني مش فقط نحب السودان، لا ندين لها بالولاء. يا سلام. طبعا يعني الواحد لما يتحدث كده عن السودان احنا جد نفتخر بك انت يا استاذنا. والله كواحد من الكوادر اللي بتمثل الوطن العربي، يعني ما هو اليمن ولا هو قطر ولا هو قناة الجزيرة. نعم. سالم أصبح يمثل الوطن العربي في الصوت. يعني تدرب عدد من الدول، تدرب زي ما يقولوا العرب والعجم لمهارات الصوت. الحمد لله رب العالمين. الحمد. طيب أستاذ سالم، بين المسرح والكتابة، أنت رجل كاتب وكاتب في المسرح، كتبت عدد من المسرحيات. نعم. وأخرجت عدد من المسرحيات سواء كان في قطر. نعم. أو في 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 اليمن أو في حتى في الكويت، يعني اشتغلت عدد من المسرحيات. نعم. في نشاطنا الطلاب، النشاط في المسرحي. نعم. أنت مؤمن بسلطان المسرح أستاذي؟ طبعا هو المسرح هو الحياة، هو المسرح هو المحك الأساسي للثقافة، هو الدينامو الجميل للوصول بالمجتمع إلى أرقى أشكال التحضر والثقافة. وأعطني مسرحا نعطيك شعبا وثقافة. ولربما يعني أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه وفر لي هذا الشيء، يعني من عدن إلى العراق، من العراق إلى الكويت، من الكويت إلى وقبلها مصر، وكانت الدراسة تستهويني. فلعل هذه الأشياء والاحتكاك بالأساتذة الآخرين تعلمت على يد العديد من الأساتذة. علموني وأشكرهم أنهم بنوا هذه يعني الشخصية التي أنا الآن عليها، هي من هذه التأثيرات المتبادلة. في المسرح كنا كل سنة نلتقي في أحد المهرجانات العربية في تلك الفترة عندما كان المسرح مزدهرا في بلادنا العربية، والذي للأسف يعني لم نره إلا هكذا بين حين وآخر. نعم. نشاهد التجربة الجزائرية، التجربة المغربية، التجربة السودانية، التجربة العمانية، التجربة الخليجية، قطرية. كنا نحرص أن نحضر مثلا عرض قطر، نشوف الأستاذ المناحي، نشوف الأستاذ الرميحي، نشوف الأسماء هذه في كل وطن العربي، شكلت هذا الخليط الجميل. وكان من الممكن أن يقفز مسرحنا العربي إلى مراحل أكبر وأكبر وأكبر، لأن المسرح هو الحياة، ولأن المسرح يتأثر بالاقتصاد، يتأثر بالسياسة، يتأثر بكل شيء. خبت خبا، نهضت نهض، فهكذا. يعني للأسف الشديد، مع أنه في بعض تجارب شدت انتباهي، مثلا في الحرب اللبنانية كان هناك مسرح يعمل، ولكن كان مسرح نضالي، يعني كان مسرح ثوري، كان يدعو إلى 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 استمرار الثورة وإلى آخره. الآن
يعني نعيش حالة من ركود. الركود للأسف شديد. نحاول إن شاء الله كغيرنا من الآخر. الوسائط لها تأثير أستاذي في في, في إنه المسرح ممكن يكون يعني في حالة الركود هذه، يعني بقت سهولة الإنتاج في الوسائط، سهولة الإنتاج في التلفزيون، سهولة يعني ممكن لها تأثير في هو كله حلقة واحدة. يعني عندما نقول مسرح يعني نقول كتابة، نقول نص. عندما نقول مسرح نقول موسيقى. عندما نقول مسرح نقول فن تشكيلي. عندما نقول يعني جمع المسرح هذه الفنون جميعها يعني تشكلت وتكاملت ليصل الهدف والتطوير. الآن نجد هذا الانحدار. يعني أتمنى ألا يطول، يعني وهو لن يطول إن شاء الله. هذه أمور حضارية جميلة لا يمكن القضاء عليها نهائيا، تبقى شوية خاملة ولكن فجأة تظهر إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. أكيد أنت كتبت عدد من المسرحيات وعملت في عدد من المسرحيات. في أعمال بتكون قاعدة خالدة في ذهنك وهي مسيرة طويلة، يعني مسيرة ممكن تكون من المدرسة، بعد ذاك الجامعات، بعد ذاك رحلتك للقاهرة، ثم رحلتك لدول غربية. أكيد في أعمال وأشياء أنت كتبتها أو مثلتها في المسرح أو أخرجتها هي قريبة لقلبك كده، وبرضو شخص يعني أجمل ما كتبت لربما هي من المعاناة. يعني عندما تكتب من معاناة، من واقع أمامك يدعو لأن تعمل شيء، فيأتي هذا الشيء يأتي صادق معبر ومحبوب عند الناس. يعني أذكر مثلا على سبيل المثال بعد الحرب اليمنية المشؤومة هذه، شاهدت بعينه يعني القتلى في الطرقات، فأثر فيه كثير. فوجدت نفسي هكذا يعني أكتب مسرحية هي كوميدية ولكنها ساخرة ناقدة، أسميتها يا بلاشا باللهجة. يعني ما أرخص الإنسان في بلدنا، يعني رخيص جدا لدرجة أنه يعني هكذا هو في الشوارع، يعني منظر. لعله هذا الشيء خلانا أرجع أقول ما الذي أوصلنا إلى هذا الشيء؟ هل هو الكرسي؟ هل هو يعني فأمور كثيرة. المسرح مثل جهاز المكبر، عندما تضع تحته عينة يراها ويرى يعني عيوبها وصورك أكبر مشاكلها. نعم. فالمسرحية الوحيدة التي لن أنساها يا بلاشا لأنه عرضت في عدن لأول مرة، أكثر من 50 عرض يوميا والمسرح فل وعلى مرحلتين، يعني كنا نعرض عرضين في اليوم لدرجة. وأول مسرحية بعد يعني الوحدة في تلك الأيام خرجت من عدن وذهبنا إلى صنعاء بعد الحرب مباشرة. وذهبنا إلى الحديدة، وذهبنا إلى تعز، وذهبنا إلى إب، يعني ثلاث سيارات شخصية، وأنا طبعا المؤلف وأنا المخرج ومعايا طلابي اللي درستهم في معهد الفنون، درستهم يا مسرح. يا سلام. ثم ذهبوا إلى الخارج للدراسة وجاءوا من الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة يعني عدن. هم جاءوا بالماجستيرات يعني وأنا ما زلت بكالوريوس مسرح يعني لسه. ورجعوا طبعا كلنا مدرسين في نفس المعهد، ندرس مسرح وصوت وهكذا. فجمعتهم وعملت منهم فرقة خاصة، يعني هذه من الأشياء اللي أعتز فيها، بحيث أنه وجدت أنه أنا من خلالها أعبر عن
عن ما أريد. وفعلا هذه الجولة كانت مفيدة لنا، اكتشفنا أنه أولا اللغة، واحنا عاملينها باللهجة اليمنية، اللغة العربية هي الأهم المفروض أن تكون باللغة العربية، لأنه باللهجة عدن تعز متقاربين فهموا بعض. رحنا عرضنا مسرحية في منطقة اسمها إب، نحن نقول الجملة الكوميديا عشان يضحكوا الناس ساكتين ما يفهموا، لهجتهم غير، فهمهم غير، ونحن يمنيين. ولكن شوف وصل وين الاستعمار عندنا إلى درجة أنه فرغنا حتى في الكلام، حتى في اللهجة، حتى في اللهجات، حتى في أنك تفهم بعض كيف. نعم الله الله. فبدأت رجعت للغة، اللغة هي التي تجمعنا، لغة القرآن، اللغة العربية يعني. سبحان الله. فاللهجة إذا ممكن في إطار ضيق، ضيق جدا، ممكن عادي، لكن عندما تريد أن تنقل إلى مكان آخر لا يمكن أن تنتقل باللهجة، لأنه لن يستفيد أحد من متابعة. وهذا ما رأى في الكثير من المهرجانات العربية اللي كانت بعض الدول تأتي بلهجتها، وكنا هكذا نقعد كالببغاء. عندك موقف ظريف مع اللهجة دي أنت في الكويت؟ ذكرني والله. يمكن قال لك مثل في المسرح وانت ما بتعرف اللهجة الكويتية. ايوه نعم 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 نعم. بعدين عملوا لي حل، عملوا لي شخصية كده زي الساحرة، كده زي الجني، زي مش عارف ايش. طب خلونا يعفونا. قال لا خلاص انت معانا في هي شخصية أسطورية سموها أم الغيث. قلت ايش كنت خاشي المسرح؟ لا دخلت لهجة منية معها. يعني خلاص هي الشخصية تسمح بهذا، لأنه يكون في طلاسم وفي أيوة في شغلات. أيوة. ولهجتنا اليمنية احنا كلها طلاسم. كلها سحر. طيب أستاذي، يعني العرب دوم يعني في اتهامات للعرب في أنهم كسالة كده في الكتابة وفي الإنتاج الكتابي بالتحديد. تغيس كيف ده مع تجربتك أنت الكتابية؟ يعني والله أنا ليست لي تجربة، يعني بتلك التجربة الكبيرة اللي انطلقت وقدم. كنت أنا أكتب لنفسي فقط، يعني أغلب أعمالي التي كتبتها أنا أخرجتها وكتبتها باكتمال الإخراج لها. يعني أحد الأعمال مثلا أخرجه المرحوم محمد ناجي بريك الله يرحمه، وجد صعوبة. دائما كان يحكي لي إنه يا أستاذ سالم أنت وضعتنا في النص هذا، علقتنا شوية. أيوة، كيف نخرج من هنا؟ كيف نعمل كذا؟ كيف نعمل؟ فكنت أقول له أنا دائما أكتب وأخلي أشياء لي، يعني أنت اللي بتفكها لوحدك. أيوة، تخلي المفاتيح عندك في يدك كلها. بالضبط. فهم آخر عمل هذا تعرضوا فيه لمشكلة. نعم، أخذوهم كلهم في كذا. سالم ورطنا. أنا كنت في قطر، وهم طبعا هو ما عرفوا، هذه من الأشياء اللي ما عرفوا يفكوها. دي كتابة الطلاسم. لا مش كتلاسم يعني، بس إحنا في أمور كذا نعملها بحيث أنه يعني ما نتجاوز هنا الخط، نعرف أنه خلاص هذا هو حدودنا، أكثر من كذا يوديك هناك أكيد. أيوة، فشلوهم كلهم بعد العرض مباشرة. أيوة، وبعدين قالوا لنا بعدين ما في معنا غيرك، انت اللي تحل لنا. ايوه، احنا ايش ذنبنا؟ الكاتب في قطر، روحوا شوفوه، احنا ايش ذنبنا؟ فرجعوا قال خلاص اطلقوا صراحة. وانا ما شيء، هم اللي وقعوا في هذا المطب. طيب تفتكر يا استاذ واحده من هذه القيود، واحده من برضه من يعني نقول التقاعد الحاصل الحين في المسرح، لأنه مسرح شيء مكشوف وشيء ما فيه قيود ممكن، لكن كونك تكبل الكاتب، تكبل المخرج، تقيد الممثل، برضو له تأثير. المسرح يعني حرية جميلة. التكبيل لا يأتي مع المسرح. يعني كل شيء حر فهو مبدع. يعني حر طبعا في الحرية المسموح بها، يعني ليست الحرية الإسفاف والخروج عن القيم، لا، ولكن من حق الواحد أن يعني يعبر، من حق الواحد أن يفكر، من حق الواحد أن يبدي وجهة نظر. هي هذه الحياة، هي هذه
الفكر هو نتاج هذا الصراع الحياتي الموجود يعني. ولكن عندما يصطدم بهذه القيود خلاص ينتهي. وهذا هو يمكن من أحد الأسباب الرئيسية في أنه مسرحنا توقف في هذا المكان. تدخلت في أمور كثيرة يعني. يمكن أنا سعيد جدا بالفترة اللي كنت فيها مدير لدائرة المسارح. أشهد أنه لا أحد يعني وجهني لأن هذا العمل يجب أن يقف أو يجب أن تضيف هنا أو تحذف جملات كذا أو تحذف من هذا أو تعمل أبدا. ولكن بعد إيش؟ بعد مرحلة من هذا التكبيت يعني. أذكر أحدى مسرحياتي أخرجتها للأستاذ شوقي خميس, مسرحية السندباد. جاءت هذه المسرحية بعد وفاة أحد الرؤساء عندنا, سالم ربيع علي, أحد الرؤساء العظام المحبوبين شعبيا وكذا. فالناس كلهم زعلانين على وفاته, زعلانين على نعم على على اغتياله على. فأنا السندباد من قبل ما يموت يعني اشتغلت بذات البروفات وهو لسه حي. مات, عرضتها, أوقفوها, قالوا لا هذه يقصدوا بالسندباد يقصدوا الرئيس سالم ربيع علي. ما أنا عملتها ولسه عايش. وقفوها من التلفزيون ووقفت. وهذا قبل أن أصير يعني من أحد الأسباب اللي طبعا أنا ثاني أول خريج في مجال المسرح في التمثيل. يعني قبلي في الأستاذ أحمد الريدي الله يرحمه كان في النقد. وأول يعني هو مدير العام وأنا نائبه, بعدين هو يترقى وعندما كان آخر وأنا أترقى إلى مدير مسرح وهكذا. فهي مسألة مش أنه يعني خلاص خريج أعطوه هذا المكان هو يتصرف في هذا الشيء. فلما مسكت كان اعتراضي على أنه إذا بتواصلوا معايا بالطريقة هذه لا. أنا برجع وراح قالوا نحن أوكي أمورنا ماشية تحت. ورفضت طبعا, رفضت لأنه المنصب دائما يقتل الإبداع. ولكن دائما عرفت أنه الشخص الذي ينوب الأمور الإدارية والشغلات هذه هو يمشيها نعم. وكان نشاط. كان نشاط يمكن 14 فرقة مسرح بس في عدن تلك الفترة. كانوا الأخوة السودانيين موجودين من كل دول الدول العربية, من كل الدول الوطن العربي, والكل يعمل لا توقف. والمهرجان تلو مهرجانات داخلية ونزول للمحافظات مستمر. هذا عمل لنا في 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 تلك الفترة ازدهار في المسرح. هو هذا الازدهار انعكاس للازدهار في الحياة نفسها. يعني بدأ الإنسان شوية وبدأ المسرح وبدأت الناس تعرف انه خلاص انه في المساء اليوم راح مسرحيات كذا كاتبة فلان والناس مثقفة نعم. تحضر بالثقة. وبدأنا حتى يعني نقضي على بعض الظواهر مثلا زي القات مثلا. عندنا مشكلة كبيرة في القات, فعملت مسرحيتين تدعو إلى 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 التخزين إلى أيوه إلى عدم التخزين وأضرار القات بشكل كوميدي. فكانوا يجوني إلى المسرح وهم مخزنين. فأصدرنا قرار يمنع دخول المخزن. طبعا اليمني لما تمنعه من الحكاية دي كأنك منعتهم من كل شيء. أيوه نعم. ففعلا يجونا ناس كبار ومش عارف إيش وكذا. عفوا والله هذا قرار, عايز تتفضل تخش أهلا وسهلا, ولكن روح نزل البلوى دي اللي عندك. أيوه نعم. فيروح نزلها. هو المسرح بيعالج قضايا كثيرة. نعم. بعد الوحدة كانوا يجونا مسلحين. السلاح بالنسبة لليمني عادي زي القلم اللي مطروحين على هذا. فتيجي تقول له حط سلاحك هناك وتفضل المسرح, ما تركب معه. بدأ شوي شوي يعرف انه خلاص هو داخل المسرحية, يجي يحط ياخذ السلاح ويدخل, يعطوا له رقم يخرج ياخذ سلاحه ويمشي. بس بدأ المسرح شوية يغير في العادات مفهوم. طبعا وللأحسن. وهذا هو يمكن أجمل ميزة للمسرح واللي خلت المسرح باقي إلى يومنا هذا, هو هذه. وهو مصداقية لمقولة تعطيني مسرح أنا أعطيك أمة, لأنه بيعلم كثير. نعم جدا. نعم. وهو المسرح اللي 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 يعني أعطانا هذه المنافذ.
يعني حتى وأنا أدرب طلابي في الصوت أقول لهم يا حبذا لو عملتم في المسرح. المسرح يطلق الصوت، يعني يعطيك جرأة، يعطيك معرفة. أنت كل يوم في عمل آخر، في أفكار أخرى، في طريقة أخرى، بشخصية أخرى، بأبعاد أخرى، ما يخليك محتك أو كذا، أو يعطيك جرأة. بدأنا بتجربة جميلة في معهد الجزيرة الإعلامي الآن في الإجازات المدرسية، بدأنا بالنشأ. يا سلام. نعم، وبدأوا يحبوا المسرح وعائلاتهم تأتي يشاهدوا العرض، فبدأوا هم نفسهم الأولاد. كنت أخاف أقول أنا لو أعطيتهم كل مدد شوية كبيرة عليهم، ولكن وجدتها أنهم بدأوا فيها شكل صح. محمود درويش، شعر محمود درويش. أيوة، مشهد من أجمل ما يكون. مرة ثانية عملنا عمل عن الحياة الطبيعية في قطر، وتربية الجمال بأسمائها، الأحمر باسمه والأبيض باسمه والأسود باسمه والنعم والأعمار وكذا. قلت يمكن هذه يكون مادة جافة ما راح يستقبلها الناس، بالعكس كانوا خلال الدقائق العشر هذه هم قاعدين ومستأنسين، واستعنا ببعض الصور وكذا. من أجمل الأشياء. وتفتكرين لأنه في مسرح؟ لأنه في مسرح. من مجرد أنه هو يأتي، سبحان الله. هذه الشغلة أنا تعلمتها أذكر عندما كنت نائب مدير مسرح. جاءت لي دعوة إلى فرنسا، من اليمن إلى فرنسا. فذهبت، فكان أول يوم شاهد فيه عرض مسرحي. أذكر هكذا خرجت من غرفتي في الفندق، المرافق اللي معايا على أساس اللي بيودينا المسرح الفرنسي من وزارة الثقافة، فهو نظر لي هكذا وقال لي يعني أستاذ سالم لازم ترجع تلبس البدلة، لأنك أنت رايح مكان يعني مش ممكن تروح بقميص. وعرفت أنه هناك شيء طقوس احترام غير عادي. ثبت لي هذا الشيء عندما وأنا في الفندق نفسه، عندما كانوا يعبوا الاستمارة بعد يومين كذا يسألوني لو سمحت إيش يعني نائب مدير مسارح اليمن، مش عارف أنت هذا شغلك؟ قلت لهم لا، أنا شغلي ممثل. فهم كانوا، أنا قلت كأن أنا نطقت شيء يعني عظمة المهنة، ممثل أيوة ومخرج أيضا. يعني بسرعة راح يجاني شايب كذا ويعتذر، وأسفين وإحنا ما عندنا علم إنك أنت ممثل ومخرج. طب أنا وش دخل بموضوع هذه تهل ها؟ أتاري عندهم الفنان مقدس. مقدس. ما يختلط بالسياسة ولا يختلط السياسي ممكن يجي والإداري واحد، إداري واحد أيوة. لكن الفنان لما يروح صعب إنك تجيب فنان ثاني بنفس اللي تعده. أكيد أكيد. حسيت لما رجعت حسيت الغرفة نفس الغرفة، ولكن الريحة تغيرت، مش عارف إيش تغيرت الأشياء، لأنه صاروا يتعاملوا مع فنان. في الوقت هذيك نحن كنا في اليمن نخجل نقول أنا فنان. وين تشتغل؟ والله اشتغل المدرس. مدرس ما شاء الله. لما تقول له فنان بيقول لك يعني شيء حقير. خاصة لو عند القبائل هذا شيء يمكن يطعنك. ايش فدر بتضحك الناس؟ ايش الفنان؟ ايوه مسخره. طبعا مرحله من المراحل وعدت يعني. لكن هو طبعا المسرح برضو بعد ذاك ممكن يوقع الناس اللي بيقولوا مسخره وبيقولوا كده. استاذي بعد ذاك يعني، والمسرح هو تاريخ كبير في حياتك وكده، لكن بعد ذاك اتجهت الى اتجاه الصوت، هو جزء مكمل للعمل المسرحي. الصوت عالم آخر ويعني نعم. علم مختلف تماما. يمكن وجدت فيه البديل عندما يعني انخفض المسرح. نعم، ارتفعت الأسهم بتاعت الصوت. هو يعني شوف هذه عند منغول المسرح والحياة، وهو الصوت سبحان الله بكل ما يحمله، يعني بكل ما ما ما, ما وجده الله في الإنسان لكي يأتي هذا الصوت من أجهزة، ها؟ تجد هو
لم يخلق هذه الأشياء فقط اعتباطية يعني من الفم من الحلق من الرئتين من الضروع من العضلات الموجودة من الحجاب الحاجز من الأنف من وكل هذه الأشياء فقط لكي يأتي الصوت. إذن له أهمية كبرى في تشكيل القناعة لدى الشخص ثم تشكيل الوعي. يا سلام. سبحان الله. يا سلام. وهو الحياة دائما يضحك لما نقول لهم أول صرخة كانت للإنسان من عند نزوله من بطن أمه لهذه الدنيا، هذه الصرخة هذا الصوت كان تعبير عن الحياة، أنه ابننا بخير سليم، الأجهزة التنفسية كلها سليمة. فهذه الصرخة البكائية اللي موجودة هو يبكي ونحن نفرح أنه ابننا بخير، ابننا بخير، أجهزته سليمة، أو كما يقولون الآن تم تفعيل تفعيل كل الأجهزة الموجودة. مجرد ما يصرخ ماذا سيحدث لو لم يصرخ؟ عناية مكثفة وخوف هناك شيء، هناك خلل، هناك كذا. ثم سبحان الله الأم هذه التي حملت هذا الطفل وهذه الطفلة في طوال كل الأشهر هذه وهي تغذيه وهي وتسمع ويركلها العلاقة الجميلة هذه وصلت لدرجة حتى هو يعبر بالصوت في اليوم الثاني الثالث الرابع بالأنات هذه اللي يعملها يتفهم أنه هذه يعني هو جوعان يريد أن يرضع مثلا، لا هناك غازات يطبطبوا له إلى أن سبحان الله. هذه الصوت هو المعبر من تلك الفترة من تلك المرحلة والوحيد اللي ظل معك إلى أن وصلنا إلى أن تموت، هو هذا الصوت لا يفارقك، هو البطاقة الشخصية الأخرى. لذلك احذر من الكذب، احذر من النفاق، يظهر في الصوت الشيء الوحيد الذي يظهر في الصوت. عندما تكون تعبان يظهر، نفسيتك تعبانة يظهر، فرحان الحقد يظهر في الصوت، الحب يظهر في الصوت، كل شيء يظهر في الصوت. نعم. ويكفي بالقرآن عندما وصف المنافقين ولا تعرفنهم في لحن القول. يا الله. نعم. لا يصدقوا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطى لهذا الصوت الأهمية. يعني وجدت كل شيء في حياة سالم مرتبط بالصوت، مرتبط كل شيء. الآن سالم أستاذنا سالم هو واحد من الأصوات يعني المميزة. واحد الحاجة الثانية لأنك أنت يعني بتسعى أنه تميز أصوات الآخرين بالتدريب بكذا. ده أنا أعتبره إن شاء الله يعني مشروعي الذي أعمل عليه منذ فترة. نحن عندنا تجربة جميلة في الجزيرة، في معهد الجزيرة الإعلامي، هو سفراء الجزيرة. سفراء الجزيرة. نحن سفراء الجزيرة. الناس اللي في البلد اللي ما يقدروا يجونا وتحملوا تكاليف السفر ونحن نذهب لهم. يا سلام. نعم، نذهب لهم بدون أي مبالغ مالية، فقط يعني سكن فقط وأكل. يا سلام. يعني يا سلام. فاستطعنا أن نؤدي كل الدول العربية، وصلنا لها الحمد لله. نعم. طيب أستاذ، يعني نحن في شخص بيكون عارف إنه هو ماشي يدرس كده، أنت على عكس مشيت القاهرة عشان تدرس المسرح. نعم. واتجهت طوال لمجال الصوت. هو سبحان الله، هو وإحنا في المسرح القومي وجدت أخونا مدير الخشبة في المسرح أستاذ عاصم، أنا ذاك كان مدير خشبة، عاصم أحمد البدوي، وأنا أسمع بأحمد الودوي هذا أستاذ الصوت المعروف في مصر اللي درب عبد الله غيث وحمدي غيث وأمينة رزق وسميحة أيوب. كلهم دولة تلاميذ كانوا عنده. فقالوا لي هذا ابنه عصام. وأنا كنت في تلك الفترة جريء يعني، فكلمت الأخ عصام، قلت له عصام الوالد، قال لي الوالد بيجوا عنده طلبة من السعودية من الكويت بيدرسوا في البيت عنده بأجر يعني. فقلت له طيب كلمه، أقول له في واحد يمني
عايز يجي يدرس ولكن يعني لا يملك المبالغة الكبيرة نعم. ففوجئت عندما قال لي تفضل. يا سلام يا سلام. هؤلاء الناس يعني، ولكن هذه كلمة تفضل كانت مقترنة بشروط. هذه الشروط التي جعلت مني مستقبلا مدرب صوت، سبحان الله، بضارة نافعة. يعني أيوه أستاذ أحمد، قال لي أنت تحضر تكتب كل كلمة بقولها، هم يروحوا أنت تبقى تقرأ لي اللي كتبته، نعدله نصلحه نرتبه، تروح البيت تنقله في ورقة أخرى. كانت ذيك الأيام ما فيش لا وورد ولا هي السبعينات، سهلة ما مسألة سهلة زي اللي أيوة. أكتبها في بخط واضح ورق، ثم آتي له الصباح قبل الناس ما يجوا بربع ساعة وعشر دقائق، أقرأها عليه وأعطي له إياها. وكذا هو قال لي أنه سيؤلف كتاب من هذه الأشياء. يا سلام. نعم. يا سلام. و يعني نسخة له ونسخة لي طبعا. أكيد. حد ما حاجة حق. من يونيو 75 إلى يناير 76 بس وصلت عدن أسبوع بالكثير. على طول جمعت كل المسرحيين جماعتي يلا، وفتحنا دورة في الصوت اللي درسته درست لهم. يا سلام. كما هو. يا سلام. خلي الناس تستفيد طبعا. أكيد. هذا أكيد. هذا علم. ومن هنا استمرت حياة التدريب وخلاص بدأت العملية. بعدين انه جاءت الدراسة 4 سنوات، وانا هذا اللي درسته هو القاعدة الأساسية عندي. كل أستاذي سعد أرداش، أحمد عبد الحليم، منصف سويسي، فتحي الحكيم، طارق عبد اللطيف، كل الأساتذة، كل أستاذ يجي نحن نمشي في نفس الخطوط، ولكن له مدرسته. هنا تبدأ الخبرة. يعني الخبرة، لكن الأساس موجود. الأساس موجود أكيد. إنه خلص هذا التنوع. الجملة الأولى البداية لا يمكن تكون بنفس البداية الجملة الثانية. ليش؟ إنه هذا معنى وهذا معنى، إذن لابد أن يؤدى بمعنى غير. طب من وين تجيب المعنى الغير؟ تجيبه من معناه. عندنا قاعدة هناك يعني، خير الوقف مثلا ما حتمه المعنى. المعنى هو الأساس. الأساس. لغتنا العربية لغة معاني، لغة تدبر. القرآن ما طلب مننا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن، لا، طلب مننا تدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف 4 كلمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص هذه ها، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص تفتح كل خلاص هي المدخل، هي البداية. هذه اللغمة اللي قلت بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها، وين تحولت إلى خلايا وإلى أشياء، فتحت الجسم، فاتحة. يا سلام. فالكلمة فعل. الكلمة روح. بعضهم يقول لك في روح، هي روح. الكلمة حياة. فأنت بأدائك إما أن تحيي هذه الكلمة وتصل للناس بحب واقتناع، وإما أن ينصرف عنك. الكل ينصرف عنك. وهذه الآن تجربة جميلة نقوم بها في المعهد، وتجاوب معنا وزارة الأوقاف مشكورة، إنه في الخطبة، خطبة الجمعة، وجدنا إنه عند البعض وهم قليلين يعني، إنه الصف الأول ينام. ليش؟ الخطيب ما قادر يشده، ما قادر يقنعه بنفس الرتابة، نفس التكرار الصوت. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونهدي الله فلا مضل له. نفس النزل خلاص. والأذن هذه سبحان الله ترفض هذا التكرار. ما في تجديد أبدا. الأذن دي يعني تشدك لو أنت أعطيتها هذا التنوع الموجود معك. أيوة. فالآن نحن الآن في الدفعة يمكن السابعة الآن
يعني 180 واحد. انتهينا من 150 خطيب والآن بدأنا بال 150 الدفعة الثانية وهكذا ما شاء الله مستمرين بأريحية. وهم يتفاجئوا بأنه كيف أنه هذا كلام نحن نقوله طول الفترة الماضية كشيء عادي يعني لا ما في شيء عادي، كل كلمة لها معنى. المقدمة الواحدة طبعا يعني بتمشي عدد من المساجد بتلقى مقدمة الجمعة واحدة خاتمة الجمعة واحدة خلاص الدعاء الدعاء الناس كلهم مش عارف يقولوا أمين ومش عارف إيش قال. اللهم آمين آمين اللهم آمين لا ده دعاء دخل دعاء بنصر الإسلام دعاء بإهلاك الكفرة دعاء فأعطي كل شيء ودعاء وقت الحاجة أيوة. يعني في وقت المناسب وقت الخطبة دعاء الاستغاثة الساعة غير دعاء الغيث غير وعلى هذا غير. ولهذا هذا التنوع في الأداء الصوتي حياة حياة جميلة. هذا ما نحن الآن نقوم به أكيد. على مدى يعني دوراتنا أستاذ يعني في حاجات كثيرة أكيد برضو من زي ما كتبت حاجات عالقة في ذهنك أكيد قرأت أشياء استمتعت بها أنت أول. أكيد طبعا أكيد طبعا دي المرحلة الماركيزية حنسميها يعني لابد ما تتغذى بهذه الرواية الموجودة دوستويفسكي على غوركي على تشيخوف على على هؤلاء قدموا للبشرية حياة. يعني أنت عندما تقرأ الأم تجد فيها أمك تجد فيها يعني وهكذا فلا لابد من ترجع لها مرات يعني 100 يوم الروح. من العزلة دي ما تقدر تفارقها إلا ترجع إلا ترجع يعني طبعا خيال غير عادي خيال خصب جميل يعني ف كل أنواع الفنون هي حياة فأنت استمتع بهذه الحياة وخذ منها ما يفيد يعني ليس كل ما فيها هو يناسب مجتمعك وقيمك وأخلاقك لا طبعا خذ فيه منها ما يفيدك أنت في أنك كيف أنت الآن في مهمة أنك تطور أهل بيتك أولا أولادك تطور الناس اللي بيجوا يتدربوا عندك ويأتي لكي يحتاج شيء جديد يحتاج معرفة جديدة هو ما يأتي إذا أنت بتكرر نفس الأشياء اللي هو تعلمها من قبل لابد أن شيء جديد المحتكر تقدم له شيء جديد وتدربه على أداء هذا الجديد يشعر بصدمة في البداية ولكن في الأخير يصل يا سلام بالتمارين مستمرة ما في شيء يعني وانت مرتاح ها يأتيك لا كلما بذلت كلما تعبت كلما وجدت الاجتهاد اجتهاد طبعا أكيد. وهذا هي سر الحياة أكيد. نعم. أستاذي يعني أنت ذكرت كثير في معهد الجزيرة ذكرت الأشياء والمحاسن الكبيرة اللي قاعد يقدمها المعهد للمجتمع العربي بشكل عام خاصة في مبادراتكم أنتم كمدربين مبادرة سفراء الجزيرة التحية لهم وأنا واحد من الناس اللي لسه كنت في دورة تابعة لسفراء الجزيرة برضو أنه في عدد كبير من الناس ما بتمتلك القيمة المالية للدورة وكذا الجزيرة ما زالت الجزيرة هي الأعلى مشاهدة وهي الأعلى أسهم في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط بشكل عام يعني سر الوصفة شنو في قناة الجزيرة ستظل الأعلى طالما مقياس الحرية لديها أكبر يا سلام. من القنوات الأخرى في صدق والمشاهد يرى هذا الشيء أمامه يعني تنقل له الحدث الجزيرة تخسر أشياء كثيرة بمراسليها يستشهدوا بمكاتبها بأدواتها كاميراتها تصادر بأكبر قناة تعرضت لهذا الكم لماذا؟ هل عبثا بس والله لأنها جزيرة ولا لأنها تسلط عندها الفوكس أكبر من أي قناة أخرى على هذا الحدث والمشاهد أنا كما عرفت حتى في الآن في حرب غزة
أن قنوات عالمية أخرى تشتري من الجزيرة. الجزيرة نعم، يعني أصبحت الحمد لله الجزيرة متنفس كبير صادق. ثانيا التقنية اللي تستخدمها تقنية متطورة، هي متابعة لكل التقنيات الموجودة الآن. قبل أمس منصة جديدة هذه 360 يعني كل البرامج مواكبة للعقول وللشباب وللفكر. الآن الحياة الرقمية هذه الحمد لله الجزيرة مواكبة لهذه العملية أكيد. وهذا السبب اللي خلاها وإن شاء الله ستظل طالما هي على هذا النهج، هي ستظل في القمة إن شاء الله أكيد. السيد أرجيك شوية كده للسودان. وأنا عارفك أنت بتحبنا ونحن بنحبك. الله يبارك فيك. السودان واليمن يعني قريبين لبعض في التشابه، يطلوا على عدد من الدول في مواقعهم الجغرافية. نعم. في سحنات، وحتى ممكن تلقى في عدد من القبائل اليمنية الموجودة في جنوب اليمن ممكن تكون موجودة في شرق السودان، أو في فروع موجودة منها في شرق السودان. رأيك شنو في التشابه بين اليمن والسودان؟ تذكرتنا في المقدمة هنا عندي واحد زميل سوداني بيقول لي على الناس اللي كانوا يروحوا لليمن يشتغلوا على السودانيين، وبعدين يقول له السودان واليمن ضياع زمن. أقول له كيف يعني؟ ما في العائدات لما واحد يروح عند الخليج، يأتي من الخليج بأشياء وكذا، أيوة، لكن يروح اليمن نفس الحكاية كأنه في السودان يعني. لا، السودان واليمن عندهم يعني موروث حضارة كبير. يعني أنا ذهبت للسودان مرتين، كنت أتمنى أنه مثلا أحظى بفرصة لزيارة أجزاء كبيرة من السودان ومتاحفها وكذا. الحضارة أينما وجدت سبحان الله أوجدت هذا الرقي الفكري الداخلي للإنسان. يعني أيوة، حرب دمرت كسرت انتهت مش عارف إيش، ما لا، هذا كله لا يهم، ستعاد هذه الأشياء، لأن هذه أمور يعني بنية تحتية ممكن تكون يعني بتتدمر. أيوة، لكن الإنسان هو الإنسان. يا سلام. طبعا الإنسان السوداني والإنسان اليمني تجده الآن مغترب، تجده مشتت في كل البلدان وموزع على كل القارات، ولكنه يحمل يمنيته، يحمل سودانيته. يا سلام. يعني ووجدت في الفن يعني عندكم أشياء ما وجدتها في أماكن أخرى، وجدت مشابهة لها ولكنها مستأصلة. يعني حتى لدرجة أنه أذكر هكذا أنه حكولي وأنا في السودان أنه اليوم في محاضرة عن محاضرة طبية عن تأثير الهارسيا والشغلات والكذا، واللي يعني بيوعوا الناس فيها كيف يقضوا كيف الكذا مش عارف، وأنا فاضي ما عندي شغل، ليش نروح نستفيد؟ فوجدت في نصف المحاضرة الكل توقف، دخلت الفرقة الموسيقية محاضرة عزفت لها معزوفتين ثلاثة أربعة كذا، والناس فرحوا وتجددوا كذا، ثم أكملوا المحاضرة. يعني موجود ما يستغنى عنه، ما يستغنى عن الثقافة. نعم. عن الغناء عن كده الموسيقى. الأشياء اللي خلتني أواصل حبي للسودان إنه شاءت الظروف أن أكون أنا أول من يستقبل فنان السودان الله يرحمه محمد وردي والفرقة السودانية في مطار عدن. يا الله. نعم، فكنت كنا موزعين كلنا في الأعياد، عندنا أعياد كانت أعياد الثورة وكذا، فقالوا لنا جايين من السودان، جايين من السعودية، جايين من الكويت، جايين من كل مكان، فأنت بتكون هنا وأنت بتكون هنا. قلت لهم أنا أعطوني السودان،
بدون ما اعرف مين جاي من اللي جاي من السودان بس السودانيين دول خليهم لي انا ايوه. فسعد بوردي وبالفرقه اللي معاه واجمل حفلات كانت هي الحفلات السودانيه. يا سلام يعني العالم ولو هم نافسون عليها الاريتريين والاثيوبيين ملوا المسرح يعني ولكن يعني حب غريب للفن السوداني ويمكن لوردي اكثر. لكن فوجئنا في لحظات من المتابعه الجميله للفن السوداني ان وقف وردي امام المايك يكاد يجي لي كمشكة دخلنا في شغلة أخرى دخلنا في قصة أخرى إيش لكن دخل نوبي دخل نوبي دخل الجماعة كلهم سكتوا. طيب ما في سبتايتل يشرح لنا وبعدين في نوبيين موجودين شغالين معه كمشكة أيوة. فسبحان ده الفن ده الموروث موجود كل مكان وهم يعتزوا بنوبيتهم أكيد طبعا حضارة نوبة حضارة كبيرة ففي حضارة. كل مكان زي ما قلت لك هذه الحضارة هي اللي تخلي هذا النماء موجود وهذا الحب موجود وهذا الانتشار موجود. نعم طيب أستاذي يعني أنتم ما عندكم نهاية للبرنامج هذا والله يعني متعة معك للصبح يعني مستمتعين جدا جدا معك والله أستاذ. طيب أنا حننتهي لكن ما يعني أتمنى أنه أنا يعني يعني عاوز اشيل منك قدر ما اقدر يا اخي قدر ما اقدر اشيل الله يسلمك. حتى حافظ لحاجات سودانيه كثيره اغنيات انا سمعت لك فيديوهات كذا صغيره مسربه بتغني فيها ومستمتع بالغنى السوداني في اللحظات يعني اللحظات اللي فيها زي شنو كذا حافظ دل. لا الان صعبه تقول لي هي فيها الحالة لا دي لها يعني خلي فتحي يغششني حبة لا لا, لا, لا عندما ذهبنا السودان كانت لحظات جميلة وغنينا وضحكنا كان أستاذ جميل غانم هناك هو أستاذ جامعي يمني وفنان جميل فكنا في بيته يلتقوا الفنانين ويأتوا بآلاتهم الموسيقية وكذا وكانت ليالي جميلة. من مين الكتاب السوداني اللي قرأت اليوم؟ من الكتاب السوداني اللي قرأت اليوم؟ وممكن يكون في تأثير بسيط. طيب هذا يعني طيب يعتبر هو الـ 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 المرجعية الكبرى يعني عندما يذكر السوداني يذكر الطيب صالح. طيب صالح. نعم. يا سلام. والآن ما شاء الله تعمل له أعتقد أكثر من فيلم أو حاجة. أيوة تعمل له فيلم. نعم. حتى جائزة الطيب صالح موجودة على مستوى عالي جدا جدا في السودان. فترة من الفترات كان عندنا في عدن كاتب شاب مبتدئ جميل ولكن ما أعرف وين اختفى اسمه هو دكتور أيضا باطني دكتور عمرو عباس عمرو عباس الأمين بدأ يهدينا بعض الأشياء كده جميلة كتاباته جميلة وطبعا في 75 عندما كنا في مصر كنا نتدرب نحن ومعنا أيضا مجموعة من السودان فأهدوني أول نص ما زلت محتفظ فيه رغم انه في امور باللهجه ما كانت واضحه اسمه المكنمر ولانهم يفتخروا به يعني افتخار كبير هذه الشخصيه المناضله هذه الشخصيه القائده لها دور يبدو في توحيد وفي النضال وفي صد التاريخ السوداني التاريخ السوداني نعم نعم فعملوا له هذا العمل نعم من الأساتذة اللي احتكيت فيهم من أيام مصر محمد السني دفع الله نعم السني دفع الله نعم ثم التقينا مع بعض في التربية المسرحية محمد في قطر هنا في قطر نعم يا سلام يا سلام مرة أخطأوا في الصحافة مش عارف إيش من صحيفة كذا فمش عارف مين كذا ومش عارف مين كذا والفنان السوداني محمد السني دفعه الله أعتقد صحه بعد الله نتمنى إنه الثقافة السودانية يعني تستمر والعمل السوداني يستمر رغم إنه الوضع في السودان في الوقت الحالي زي ما أنت تعرف نعم هي حالة صدقنا لن تستمر إن شاء الله لا تستمر إن شاء الله. طيب نختم كده بمشروعك العربي الكبير يعني ماذا فيه من أحلام؟ والله نفسي كل من له علاقة
بالميكروفون بالصوت بالأخبار بالغطابة كل ما له علاقة بالصوت أن يؤدي برقي. يا سلام. أن يؤدي الشيء كما يجب أن يؤدى. ربنا يديك الصحة والعافية أستاذ الكبير سالم، وشرفتنا اليوم في أجمل زاوية. العفو. الشكر لكم طبعا، أنتم من يعني أكرمتموني بهذه الجلسة اللطيفة وبهذه الذكريات الجميلة، وتذكرت فعلا الأيام الجميلة اللي كنت فيها في السودان. وكان سؤالي الوحيد فقط للأخوة في السودان أنه عندما نريد أن نقول لشيء في تحت، نقول تحت، ليش تحت؟ ليش نكسر التاء والحاء مع بعض؟ سؤال مش غريب طبعا. تحت 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 الطرابيزة، المفروض تكون تحت الطرابيزة. يعني من الأشياء اللي لفتت انتباهي. نعم، نحن عندنا في اللهجة اليمنية عندنا مشاكل كثيرة برضو، لكن تحدي فقط السودان تميزت فيها دي. وين هذا وقع والرأي تحت. طب ليش تكسروها يا أخي؟ ما بعرف. يعني حرف التاء حرف جميل، وحرف الحاء حرف جميل، فتكسرون الاثنين مع بعض، تاء والحاء تيحي. ها أه؟ ولا انا غلطان يا فتحي؟ لا اكيد عندنا سنتهد انه سنتهد. لا بس احنا كده نضحك. يا سلام، شكرا لك كثير يا استاذي. ايوه دائما شفاتي. شكرا كثير استاذي. العفو يا سيدي. شكرا جزيلا استاذنا الكبير سالم الجحوشي، كنت ضيف عزيز علينا اكيد، وعلى مشاهد اجمل زاويه، واحده من الحلقات اللي انا استمتعت بها شديد، واكيد استفدت منها كثير من تجربه استاذي الغالي سالم الجحوشي. اتمنى انه اكون قدمت شيء يرضي الجمهور استاذي سالم الجحوشي، وايضا كل من يعشق هذا الاسم الجميل وهذا الرجل النبيل. شكرا جزيلا لكم، اكيد حنلتقي في مساحه اخرى من اجمل زاويه. في امان الله. على هذه الارض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي، لأنك سيدتي أستحق الحياة. سويت علاني لغناي يا مستحق الغنى، أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى، أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنك.